عندنا سموزي الاناناس مع الافوكادو. تمام، تعالوا بينا بقى نحط في الخلاط بتاعنا تلج. نزل المقادير يا ريهام، يلا بسم الله. وادي الكنتالوب. هنا ما فيش مقدار محدد، احنا بنحط الفاكهه براحتنا وعلى قد عددنا. وادي الافوكادو، حطي بقى معلقتين من العسل الابيض او شربات الحلويات التقيل، مفيد جدا بقى، مش قادره اقول لكم قد ايه. كمان معانا حوالي كده كوباية معيارية من الزبادي. ورقتين نعناع. نضرب بقى الكلام الحلو ده كله مع بعضه، مشروب لذيذ ومنعش. ممكن نحط بس شوية من المية. حالا احنا كده يعتبر خلصنا. زي الفل، خليه كده زي ما بنقول نص ضربه، يبقى طعم الفاكهه واضحه معانا. نجيب بقى حاجه التقديم. حاجتنا كتير شويه النهارده. بسم الله. وتعالوا بينا يلا نصب العصير. شايفين لونه؟ لونه في حد ذاته منعش جدا. واخدين بالكو ان في قطع بقى من الفاكهة وقطع من التلج، هتبقى لطيفة جدا واحنا بنشرب العصير.